الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع ده قام بزيارة لجامعة كفر الشيخ وشارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس وكمان العاملين في الجامعة. حرص الرئيس على إجراء حوار مفتوح معاهم للاستماع لكل آرائهم، وبعدها بدأت فعالية حضرها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأساتذة الجامعة والطلاب. السيد الرئيس أكد حرص الدولة على ارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وده وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي. بعد انتهاء الحفل، في طالب اسمه محمد فريد طلب من الرئيس ان هو يسلم عليه، فوافق الرئيس ووقف عشان ينتظره حين حتى ما نزل من على خشبة المسرح وقام بمصافحة الرئيس. خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم تاني. ليه تسمح لي يا رئيس اجي اسلم عليك؟ الحقيقة حضور الرئيس لافتتاح كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ كان فيه الكثير من المواقف الإنسانية. هي الإنسانية بشكل عام بتكون حاضرة في لقاءات السيد الرئيس، سواء مع طلاب، مع شباب، مع حتى المسنين اللي بيلتقيهم في الشارع. في نوع من العلاقة والترابط بينهم بتنعكس بشكل إيجابي على الشكل اللي حضراتكم بتشوفوه، وأيضا على المصريين والمواطنين الموجودين في الشارع. الاحتفالية دي تحديدا اللي الرئيس حضرها كان فيها أكتر من موقف بيأكد ده. يمكن كان أحد الطلاب في من جامعة كفر الشيخ كان طلب من السيد الرئيس إن هو يتم تنفيذ ما بيدرسوه على في كلية الذكاء الاصطناعي، والرئيس هو اللي طلب منهم إن هم يقوموا بده.